اليوم تحياتنا اخواني واخواتي في فندق الانتركونتيننتال، ومثل ما تشوفون بمشي بوصل لشاي قطر. شوفوا شاي قطر، طبعا هو حفل توقيع اتفاقية وكالة شاي قطر في سلطنة عمان بين الشركة القطرية داماك للتجارة العامة والشركة العمانية دار التوازن الحديثة. راح نشوف مع بعض الآن تفاصيل. حياك الله أخوي حسن، بارك الله فيك وشرفتنا في هذا الحفل المبارك. أنا الحين بأختصر لك الموضوع وبعرفه في منتجنا الجديد، هو الاسم شاي قطر. شاي قطر حرصنا أن يكون هالشاي هذا طبيعي ونقي وصحي ومميز، لله الحمد جهود شبابية من أهل قطر أنتجوا هالمنتج هذا اللي تشوفه بين يديك، والآن أبشرك موجود عندنا في يعني أغلب الجمعيات، متوفر لها الحمد، له نكهات معينة، أسود خفيف، بعض الناس يحبونه خفيف، بعض الناس يحبون الشاي الأخضر، لكن يعني هذا المنتج كان بتصميم واختيار الشباب الموجودين حواليك، وجزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة. حياك الله أخوي أبو علي، مرحبا وسهلا. الحمد لله حققنا نجاح كبير بفضل الله عز وجل مع منتجنا، اليوم موجود في كل منافذ البيع في دولة قطر، فكانت الخطوة الثانية أن ننتقل إلى الدول المجاورة، فلقينا أول دولة موجودة سعينا لها اللي هي فيها أكبر كثافة سكانية وتعتبر من أكبر الدول المستهلكة للشاي. رحنا لسلطنة عمان، من فضل الله عز وجل حققنا معاهم نجاح كبير، وقعنا اتفاقية راح تكون إن شاء الله اليوم موجودة هذه الاتفاقية، نوقعها معاهم بأول وكالة لتشاينا شاي قطر القطرتي، فضل عز وجل هذا النجاح. وعندنا خطة مستقبلية بإذن الله عز وجل راح نتوسع فيها الوطن العربي، ثم إن شاء الله نحقق فيها العالمية بإذن الله عز وجل. وعندنا هدف حاطينه أن هذا المنتج راح ينطلق من قطر إلى كل دول العالم، تكون قطر هي الدولة المصدرة للشاي. منتج شاي قطر موجود حاليا في منافذ البيع المعروفة، وسعر تقريبا 16.75 إلى 17 ريال. له ثلاث نكهات، اللايت والجرين والبلاك، طبعا يعني الأخضر والأسود والصحي خلنا نسميه. طبعا أعتقد الواجب علينا الآن نحن ندعم هذا المنتج، يكفي أنه هو يحمل اسم شاي قطر. أيضا الآن شرف الحفل سعادة السفير التونسي لتوقيع هذه الاتفاقية بين دولة قطر وسلطنة عمان، طبعا من خلال شركات القطاع الخاص. قصة المجد الذي قد كان مأسورا بها لا يشتكي ألم الرهان، إنه الظل الذي لا يخطئ المشي وحيدا نحوها وإليها ولها، تلك الفاتنة التي تدعى عمان. هذه الجميلة من غلائب المجد نصبا نسجته بطارق وتري، هذه تونس التي تتعالى تقطف الشمس نحو أفق المدينة. شركة دار التوازن الحديثة العمانية و
وشركة زاك الشيء أكسبورت. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. حافظ أن يشربوا مشروبات طبيعية وغيرات حصلت معه، وهذا واقع لا بد منه، لكن بسبب الاستغلال ظهر كثير من الأمراض. طبعاً أنا أحقق هذا الهدف الرئيسي أن نكون أصحاب منتج طبيعي. والعمانيين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا البلدين.